صينية فراخ بالبطاطس بتاعتنا دي كل مرة ممكن نديها شخصية جديدة لو تبلناها بطريقة مختلفة، وده بالظبط اللي هنعمله النهاردة. المقادير بتاعتنا هتكون فرخة متقطعة أرباع، 4 فصوص من الثوم الشرايح، 4 بطاطسات متقطعين شرايح، لتر من عصير الطماطم، معلقة كبيرة من الصلصة، مرقة وسمنة وزيت، ومعلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من بهارات الدجاج، وملح وفلفل أسود. وهنبدأ نشتغل على طول. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندكم حلين يا جماعه، حل من اتنين، يا تعملوها ني في ني، يا تحضروا لها صلصه وتصبوها فوقها وتدخلوهم الفرن مع بعض، كده ينفع وكده ينفع، يا تشوحوا الفراخ وتعمل، يعني فيه طرق كتير. تعالوا نعملها، نعملها بايه يا ساره؟ تعالوا نعملها باسهل طريقه، ني في ني، ما نغلبش نفسنا على الفاضي. هجهز الصلصه، او خلونا يعني نقسم البلد نصين، خلونا نعمل الصلصه بس غلوه على النار احسن برضو. يلا بينا. هاجي هنا في حله هحطها على النار، نعلي بس النار، وفي الحله دي على طول هحط شويه من السمنه، وهحط معاهم الثوم والبصل. ادي السمنه على قد الوصفه كلها بقى، وممكن تعمل بزيت مفيش اي مشكله، وادي معاها على طول ومن قبل ما تسخن ولا تسيح ولا اي حاجه البصل، وادي الثوم الشرايح. انا حطيت البطاطس هنا، وهحط للبطاطس شويه فلفل وشويه ملح وشويه من البهارات الخليجي، وانا هحط كمان شويه من الزيت. فين الزيت؟ يلا بينا، شويه صغيره خالص، يا دوب بس يساعدوني ان انا اتبل البطاطس. وهاجي بايدي كده واقلب كل الكلام ده مع بعضه. سامعين بقى في الطاسه هنا او في الحله اسفه بتاعتي، البصل بدا يتشوح مع السمنه هو والثوم، عايزاهم يتبلوا بس، ويعني يبداوا ياخدوا لون ذهبي خفيف جدا جدا جدا، مش اكتر من كده. ونيجي هنا نرجع للبطاطس بايدي كده، اتبل البطاطسات وافركها بالتوابل وبالملح والفلفل والزيت، وافردها في الصينيه. للفراخ برضو نفس الكلام، رشه من الفلفل ورشه من الملح ورشه من البهارات الخليجيه. انا حطيت ايه؟ حطيت الطماطم وحطيت المرقه هنا، وحطيت الصلصه شوحتها مع البصل والثوم، وبجهز الصوص مش اكتر من كده. وهاجي اخد برضو للصوص شويه من البهارات الخليجي وشويه ملح، تغلي غلوه مع كمان ضفت لها السكر عشان يظبط كده حموضه الطماطم. ولحد ما ده يحصل انا هعمل ايه دلوقتي؟ هدي الفراخ تتبيله، انا اديت لها بهارات وملح وفلفل، وعلى فكره انتوا ممكن ما تحطوش فلفل خالص بما ان اصلا الخلطه فيها فلفل. شوية زيت كده للفراخ، وهاجي دلوقتي ادعكها بالتوابل كويس قوي، وبالزيت وبالملح وبالفلفل وبكل حاجة كده. الصينية دي جاهزة لاستقبال الصلصة. واثناء ما ده كله بيحصل انا سايبة فرني بيسخن، لان انا لما اجي ادخلها الفرن عايزة ادخلها فرن سخن مش فرن بارد. متفقين؟ متفقين. يلا الفراخ بقى نديها المساج المحترم من تحت الجلد ومن بره ومن كل حاجة. وممكن على فكرة لو عايزين يعني كمان طعم أقوى، نخلي الفراخ متبلة في التتبيلة دي قبلها بحبة قبل ما نعمل الصينية ونجمعها، مفيش مشكلة خالص، هتدينا نتيجة ممتازة. احنا بس بنفرك كده
نتأكد ان، وطبعا في صوص بقى يعني الفراخ هتستوي فيه، فاحنا عارفين انها لازم لازم هتظبط. خلينا بس نوزعها كده بشكل لطيف، يبقى كده الصدور في ناحيه والدبابيس قدامها بس كده، دي جاهزه على ان هي تاخد الصلصه، ويبقى خلاص جاهزه ان هي تدخل. ما عملتش اي حاجه، سبت الصلصه تغلي غلوتين ثلاثه حلوين كده عشان تبدا ايه تقول بس معانا. وممكن على فكره كل اللي عملناه يتعمل ني في ني، وممكن اللي عملناه ده كله يتعمل في حله على البوتاجاز. هناخد بقى الصلصه دلوقتي بعد ما تبلنا البطاطس والفراخ ودلعنا الدنيا جدا، ونقوم ايه حاطين الصلصه. اللي هيحصل دلوقتي ان الفراخ هتستوي في الصلصه دي طبعا، وهتبقى اخر لذاذه، وهيبقى عندنا صوص فظيع ناكله بقى مع اي رز كده اصفر بسمتي، رز ابيض. وانا بحب دايما كده ازق الفراخ لفوق، اطلع الوش على يعني على وش الصينيه، اللي هي عشان القشر يحمر الجلد. ايه القشر دي؟ انا النهارده بقول حاجات عجب يعني، ايه ما تركزوش معايا خالص. بصوا بقى، طلعنا صينيه الفراخ بالبطاطس من الفرن، وفراخ صينيه الفراخ بالبطاطس لو ما اتشعوطتش من على الوش كده ما تبقاش صينيه فراخ بالبطاطس، عشان بس نبقى متفقين. لازم كده شويه الشعوطه اللي على الوش دول معناها ان هي مظبوطه جدا جدا جدا. طبعا الفراخ دي هتبقى بتدوب، البصل البطاطس كل حاجه مستويه.